السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مرة كنت قاعد في حديقة أو بيت أو منطقة زراعية، الأرض بتاعت جدي من فلاحين يعني، فأرض طبيعية دي فرشة ولا اهتمام يكون جوع بيها. فالمهم كنت قاعد مع أحد الفلاحين يعني، فكنا بنتكلم ودردش، فبيقول لي تعرف يا عمر إن النخلة عمرها ما تقع على إنسان، عمرها ما تموت إنسان النخلة. فقلت له لا، الصراحة أول مرة أعرف، ما عنديش مشكلة إن أنا اعترف ان انا جاهل في النقطه دي، بس احنا عندنا قاعده بتقول ان كنت مدعيا فالدليل او ناقلا فالصحه. يعني ايه؟ لو انت بتدعي حاجه خلاص هات الدليل على صحه الكلام دوت، قول لي بقى ادله علميه وحاجات زي كده، او قول لي حاجات تقنعني لو انت ناقل عن حد صحه الكلام دوت، اثبت لي. في حاجه اسمها دراسه السند وقصه طويله كده يعني. فقال لي هقول لك في احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتقول كذا وكذا وكذا وكذا. فقلت له جميل جدا، عليه الصلاه والسلام مفيش حديث من دول بيقول ان النخله لو وقعت على انسان مش تموته، او ان هي ما تقعش على انسان، او لا تقع على مسلم، مفيش حديث بيقول كده. ما تخلطش الاوراق، ما تجيبليش حديث ما بيقولش كده وتروح قايل لي تثبت بيه صحه المعتقد بتاعك او صحه النظريه بتاعتك، لانه ما بيقولش. ما حدش يقول ايه الزنجبيل بيقضي على فيروس كورونا، ليه؟ اصل هو مذكور في القران. مفيش دليل، ملهاش علاقه، ملهاش علاقة فعلا. الزنجبيل ذكر في القرآن مش ان هو بيدعي على فيروس كورونا، الزنجبيل ذكر ان هو من النباتات اللي موجودة في الجنة، او ان هو من الشرابات الكويسة، ملوش علاقة ان هو بيدعي على فيروس كورونا. ما انت بتفتكر انت كده بتقوي نظريتك، ده انت بتضعف المعتقد بتاعك وتنسب حاجة للدين بتاعك هو مالهاش. دي قاعدة اصلا يعني، لما ندرس كده دي موجودة في كل الأديان، تمام؟ ان هو واحد عايز يثبت النظريه بتاعته فبيثبتها من خلال ان هو يعتمد على نص دين، او واحد عايز يثبت ملكه او ان هو الملك او ان هو الخليفه او هو سلطان الله في الارض، فيجيب اي ادله او اي حاجه من ايام قدماء المصريين، يعني هو ظل الله في الارض واللي يعصيه يبقى كده عصى الاله وحاجات زي كده. ف يعني ما فيش دليل، ما اقنعتنيش، ما جسمي ما اشعرش يعني. لو الرسول صلى الله عليه وسلم كده احنا هنصدق، مش هنكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. بس الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش ان الشجره ما تقعش على، قال لي طب انا احكي لك بقى حكايه بقى هتثبت لك الكلام ده. قلت له يا ريت قول لي، يعني الواحد يتمنى ان هو كل يوم يتعلم معلومه جديده. فقال انا كنت ماشي زمان وكان عمك فلان كان نايم تحت الشجره، كان نايم تحت النخله والنخله كانت هتقع خلاص. ماشي، وبعدين قلت له يا حاج قوم النخله تقع. قال لا، النخله عمرها ما تقع على انسان. وفضل نايم تحتيها مطمئن، وبعد كده قام يصلي الظهر ويفطر، فرجعنا لقيناها وقعت، وقعت وما ماتش حد. جميل جدا، ده دليل رائع. على فكره اغلب اللي بيشتغلوا في التنميه البشريه، او ما اسمهاش تنميه بشريه، تنميه بشريه معناها ان انت تثمر جديده، البرمجه اللغويه العصبيه، بيعتمدوا على الخير علي اللي هو ايه؟ ده احنا عندنا واحد قدر يطبق الكلام دوت وبقى عنده قدره ان هو يقرا كتاب او يحفظ كتاب لو قراه مره واحده. جميل، انا مش هكدبك، انا ما عنديش حاجه ضدك خلينا اكدبك او كده. بس هل ال 500 واحد اللي حضروا عندك الكورس كلهم بقى عندهم الطاقه ديت، بقى عندهم الامكانيه دي؟ لو انت كنت صادق، تمام؟ هتلاقي ان اللي بيستجيب للمحاضرات بتاعت التنميه البشريه وبيأثر في حياته في حدود مثلا 5%، تمام؟ دي نسبه ان انا مجامله فيها جامد. اللي بيحصل ان هو بيديله طاقه، بيخرج منتعش، الطاقه دي ممكن تقعد معاه نص ساعه، ساعه. لو انت فاكر الفيلم بتاع احمد حلمي اللي هو بتاع اللي هو كان عايز يقلل وزنه، خرج من عند الدكتور متحمس جدا، مجرد شاف بس المحل بتاع الكبده والسجق نسي كل حاجه، تمام؟ فهي ما ادهوش حاجه قويه تخليه يتغير مدى حياته. اللي بيتغير مدى حياته ده فعلا 2%، ودي احصائيات من دكاتره محترمين بيشوفوا الناس فعلا اتغيروا قد ايه، يعني بعد ما بيدي المحاضره بيستنى سنه وبعد كده يتصل بيهم يشوفهم، تقريبا في حدود 2% 3% اللي بيتغير، تمام؟ طيب امال هو بيقول ازاي 1%؟ الفكره كلها ان ممكن يكون الشخص اصلا عنده القدره على كده. ما تجيبليش شخص واحد بس حضر في الندوه وتغير حياته واصبح عمل كذا، واحد مثلا حفظ القران كله، تمام، خلال شهر،
لانه حضر ندوه. ممكن من غير الندوه دي ممكن لو كان ركز فعلا كان عملها. لا شفنا ناس بتحفظ اللي هي عندها قدره اصلا من غير ما يحضر الندوات دي ان هو عنده قدره كبيره على الحفظ، بس ما كانش مكتشفها. لما حد فكر فيها بدا يكتشف القدره دي. حضر عند المحاضر ده 100 واحد 1000 واحد، ال 1000 واحد دول حضروا محاضره مثلا بتاعت القراءه التصويريه والحاجات ديت، واحد فيهم اللي استفاد. ما ينفعش تبني نظريتك على تجربه، لا، لو انت بتبني نظريه فلازم عدد كبير جدا، ولازم تتاكد ان ما فيش عامل هو اللي اثر على الموضوع دوت، لان فكره الربط بين المؤثر واللي بيتاثر صعب جدا. ممكن يكون انت عمال تبني نظريتك ان اللي بياكل ايس كريم بيغرق، ودي نظريه حقيقيه يعني ممكن خاطئه. اللي هي عباره عن ايه؟ ان الايس كريم لما بيتباع كتير في ناس كتير بتغرق. طب ما هو الايس كريم بيتباع في الصيف وناس بتنزل للبحر في الصيف، فهي الفكره كلها في ان هم بينزلوا البحر، عدد الناس بتنزل البحر كتير ففي نسبه بتغرق، زي في ناس كتير بتتجوز ففي ناس بتطلق وهكذا، تمام. فقلت له لا، ما يعني اللي انت بتقوله دوت ما يبنش، ما يعني ما يقولش النظريه. لو انت عايز تجيب نظريه لازم تروح تسال في اللي هم مكتب الوفيات، تشوف هل فعلا في حد سجلت وفاه بسبب ان هو وقعت عليه نخله. هتلاقي مئات الالاف حصل الموضوع دوت، فما فيش اي قاعده علميه للاسف. في نظريات كتيره الواحد بيشوفها على الفيسبوك مبنيه نتيجه تفكير خاطئ، او مبنيه على حاجه شافها فاعتقد ان كل الدنيا قايمه على النظريه ديت. لا، لازم تشوف العوامل الاخرى، ولازم تشوف هل فعلا الكلام ده مطبق على كل الناس. ممكن مثلا واحد يعتقد اعتقاد معين ان هو مثلا قابل حد من بنجلاديش ونصب عليه، فيقول لك ده كل البنجلاديشيين النصابين. يا عم ده قابلت كم واحد بنجلاديشي؟ لا، ده كل المصريين كذا. طب كل السوريين كل الناس اللي في المريخين كذا. يا سيد الفاضل، انت ما عشرتش الناس دي كلها عشان تفرض حكم او تقول رأي على الناس كلها. قول انا قابلت واحد كذا وكان كذا، ما معرفش بيت الناس. يعني انا ما قابلتش كل الجزائريين، قابلت كم واحد جزائري محترمين جدا وكويسين، تونسيين كويسين، بس ما اقدرش اقول ان كل الجزائريين عندهم صفه معينه او كلهم كذا. دي محتاجه دراسات ومحتاجه يكون في بذل. الشاهد من الموضوع عدم التسرع في اطلاق الاحكام، وان احنا لازم نفكر منطقي ولازم لا تتبع الهوى. يعني هو انت هواك ان انت تثبت نظريه، فتقعد تدور على كل الكلام اللي يثبت نظريتك، وتقعد تدور في الاحاديث وفي الاقوال وهنا 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 لحد ما تلاقي حاجه تثبت النظريه بتاعتك، حتى لو النظريه بتاعتك غلط او هي مالهاش علاقه بالموضوع. ده بيحصل كتير، يعني حتى التنظيمات اللي هي الارهابيه والجهاديه والحاجات دي بيدور على اي حديث اي كلمه هنا من غير ما يدور بقى اساسها ايه والحاجات دي كلها، عشان يثبت ان هو على الحق وان هو على صح. انما لو هو بيدور على الحق ونسال الله ان احنا ندور على الحق، يقعد يجيب مجمل الاحاديث كلها ويبدا يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل في الموقف ده ايه ويعمل في الموقف ده ايه والصح ايه، ولو الحق في حاجه هو بيعمل عكسها يخالف هواه ويتبع الحق، ونسال الله ان يجعلنا من متبعي الحق.